إلى ذلك تشهد عدد من جبهات القتال في تعز استمرارا للمواجهات بين المقاومة والميليشيا، وتتجدد بين الحين والآخر المواجهات العنيفة في محيط جبل جرة الاستراتيجي الذي تحاول الميليشيا منذ أشهر اقتحامه، إلا أن المقاومة صامدة في صد كل الهجمات. لا تستيقظ تعز إلا كما تنام على هذه الأصوات، وعلى وجه الخصوص سكان الأحياء المجاورة لجبل جرة. نصيب هذا الجبل الذي يقع عليه مبنى المجمع القضائي وافر من نيران الميليشيا وقذائف قوات الرئيس المخلوع. في فن التخطيط العسكري، من يتمركز على موقع مهم يتحكم بزمام المعركة، والحال هكذا مع المقاومة في تعز. ببساطة باتت قصة الجبل الذي يسند مدينة ومدينة ساندة ظهرها للجبل هي قصة المدينة التي يحرسها الجبل اليوم. يطل الموقع على أغلب أحياء المدينة، أهميته لها حكاية مريرة مع السكان هنا تعود لأربع سنوات. في العام 2011 فور اندلاع الثورة الشبابية من هذه المدينة، سيطرت قوات الحرس الجمهوري التابعة للمخلوع على الموقع، قصفت الأحياء بالدبابات، أقضت مضاجع السكان وقتلت بعضهم. اليوم لم يتكرر السيناريو الإجرامي. منذ وقت مبكر قطعت المقاومة الطريق على الميليشيا، تمركزت على الجبل ليتحول إلى هدف رئيسي لقصف الميليشيا خلال 3 أشهر وبمختلف الأسلحة.